عزيز، على أي لائحة تستند؟ أم تستند على المنطق؟ لا لا، القانون في دورة حضر فيها فريقين من البرازيل، لسنزي لغير هذه الدورة الجديدة ونقصي حقية الرجاء في التواجد في هذا الدوري. لكن في عام 2007 وفي 2008 حصل أن شارك وصيف النسخة القارية بسبب أن المستضيف كان يابانيا، فبالتالي شارك سبهان أصفهان الإيراني. واللائحة منذ هذا الوقت وحتى هذه النسخة أن وصيف النسخة القارية هو من يشارك إذا كان المستضيف هو بطل النسخة القارية، وبالتالي لا يجوز مشاركة ناديين من نفس الدولة في نسخة كأس العالم. ده منذ عام 2007 طبقا للائحة، يعني الأمر حتى مش خاضع للتكهنات. أنا أعطيك هذا جانب، يعني تمثيلية بلد بفريقين، يعني بس هنا من يمثل البلد المستضيف بعيد عن أنه يكون حامل لقب النسخة الأخيرة. وأعطيك مثال ثاني، اتفضل. هو مشاركة نادي الرجاء في آخر دورة كان فيها والتي نظمت في المغرب 2013 2016، مظبوط. الرجاء حضر الدوري بصفته ممثل البلد المستضيف، لم يكن حائز على لقب عصبة الأبطال الأفريقية، نعم، كان بل حاصلا كان على لقب حضوره الدوري، صح؟ لا تمثيله، ولكن كان حامل لقب الدوري. نعم، الآن حامل لقب الدوري هو حامل نسخة العصبة الأخيرة. نعم، وبناء عليه طبقا للائحة، يعني مش التوقع، طبقا للائحة إن وصيف النسخة القارية هو من يشارك، مش وصيف النسخة المحلية المستضيف. فهي البند أعتقد واضح، فألا تتفق معي في هذا الأمر أستاذ عزيز؟ لا لا، أتفق معك. حضور، شوف، ليه؟ حتى عندي اتفضل. نقطة ثانية وأنا نبهت لها في تصريح لقناة تلفزيونية مغربية رسمية، بكرة أظن سيمر في الأخبار، لأنه حتى نجاح النسخة رهين، يعني بالحضور الجماهيري العريض. إيه يعني، انا لو اقولها يعني ما حاب يعني ازعل حد، لا خالص، اتفضل. يعني الاخوان المصريين او الاهلي او الفريق الذي سينادى عليه حتى لو لم يكن مصري مثلا، إيه حضوره ويلعب مقابله الافتتاحيه، من سيحضر هذه المقابله؟ كم سيحس من مصري مثلا لمهاجره فريقه، او كم سيتم اي فريق ضمانا لحضور جماهيري مهم نعم، يكون له اكثر من 50% في انجاح الدورات مثل هذا النوع؟ هذا هو الجماهير، طيب. ما هو انا مش مختلف معاك العالم. طبعا، مش مختلف معاك انه في حالة ان الرجاء سيشارك في اي بطولة في المغرب سيحضر العديد من الجمهور باعتباره صاحبا للملعب، ولكن في حالة زي دي، طب ما احنا اي بطولة قارية نلعبها بعدد كبير من أندية نفس البلد، يبقى مثلا نلعب في مصر ونشارك بقى أهلي وزمالك واتحاد وإسماعيلي، أو نلعب في المغرب ونلعب برجاء ووداد وفتح وجيش ملكي، لأن هي القصة بتستند على اللوائح، ثم بعد ذلك ننظر على الأمور الهامشية، الحضور الجماهيري، لكن اللائحة هي من تطبق من يشارك. واسمح لي هعرض على حضرتك وإحنا على الهوا اللائحة اللي كانت قدامنا على الشاشة، هنقراها بس مع حضرتك، وهي لائحة المشاركة في كأس العالم للأندية، كانت ظاهرة حالا وبتقول زي ما قدامنا على الشاشة: There shall not be two participating clubs from the same member association in the World Cup. كان مكتوب 2021، ده النسخة السابقة والأسبق عليها والأسبق ليها منذ ما يزيد عن 13 عاما بنفس اللائحة. فهي لائحة واضحة أنه لا يشارك فريقان من نفس الدولة في نسخة واحدة من كأس العالم للأندية، ثم حددوا أنه في حالة أنه حصل أن البطل في النسخة المحلية المستضيف هو بطل دوري أبطال إفريقيا، يتم الاستعانة بوصيف أو استدعاء وصيف النسخة. يعني الأمر مش رغبتي ورغبتك أو جمهوري وجمهورك، هو لائحة واضحة. هذه دفعات
يعني الفريق المصري او اللي هو مرشح هو فريق الاهلي حتى نسمي الامور بالسميات، يعني لم يكن اقول يعني هذه المساله يعني تشبث باللوائح او اخر ما حدث، او مساله دفعات الفريق المصري. الرجاء له دفعاته، رسلنا الفيفا وننتظر الرد. نعم ممتاز.